نبقى في تونس حيث تتسارع أيضا التطورات قضائيا، إذ تحقق السلطات بشأن 3 أحزاب سياسية بينها حركة النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا طائلة من الخارج. وفق وكالة رويترز، تم فتح التحقيق يوم 14 من يوليو قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان. فكيف تنعكس هذه التحقيقات على مسار التغيير الحاصل؟ بالنسبة لنا أنا نراها حاجة باهية، وشنو كل واحد أخطأ وسرق يتحاسب ساري، ما طالبين شيء. تو أنت تاخذ فلوس الشعب ولا تسرق، فهمتني؟ وماكش تحاسب، هذاك هو هذاك المطلوب. الإجراءات اللي قام بها السيد الرئيس في التحقيق في حركة النهضة وقلب تونس إجراءات حقيقية ويزم يقوم بها من قبل. بحكم الوضع بتاع البلاد قام بها تو متأخرة شوية، أما جات في وقتها وفرح الشعب التونسي. شوف، الفلوس اللي جات لقلب تونس وحركة النهضة ديجا هي ممنوعة، فهمت ولا؟ في الدستور، وناس مزورة وناس عملت بينا 10 سنين وناس غلبت بينا 10 سنين، جوعتنا فرقتنا صن توانسة، احنا ببعضنا راي فرقتنا وخلتنا التالي. قرارات الإقالة قرارات صايبة على الأخر، وإحنا نباركوها معتها معاه سيد الرئيس قيس سعيد. بالعكس نحمدو ربي، غمة ونزاحت، خاطر ثم برشا ملفات فساد كبيرة زادت. كانت تأتيهم من بعض الدول وتمويلات من جمعيات، ولا تدخل للبنوك وتدخل إلى جيوبهم وهم لا يحاسبون عنها، وكانوا من أبسط الفقراء أصبحوا من أغنى الأغنياء، ويلزم ألا خدوه كلهم الكل يردوه. لي المحامي أحمد بن حمدان، أهلا بك أستاذ بن حمدان عبر سكاي نيوز عربية. ربما تابعت الآراء في هذا الشريط المصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصرخات كلها تصب بشأن ملفات فساد أموال طائلة تلقتها هذه الأحزاب قلب تونس والنهضة. أي مسار قانوني، أي مسار قضائي، بأي سرعة قياسية قد تصدر هذه الأحكام وتكون التحقيقات؟ مرحبا. بداية، أعلن الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس منذ القليل، يعني منذ ساعات، عن فتح أبحاث تحقيقية فيما يتعلق بجرائم انتخابية والمخالفات الانتخابية التي قامت بها جملة من التيارات السياسية وعلى رأسها حركة النهضة وقلب تونس، حزب قلب تونس وعيش تونسي. تقرير دائرة المحاسبات هذا الذي يتم اعتماده اليوم في هذه الأبحاث التحقيقية، وتقرير صادر في شهر نوفمبر 2020 وأحدث ضجة أيامها، لكن لم تعتمد الهيئة الانتخابات كما لم يتم اعتماده قضائيا إلا بعد تغير هذه الأوضاع وبعد حلحلة الأوضاع السياسية الواقعة، وخاصة بعد تصحيح المسار الذي قام به السيد الرئيس. جملة هذه التبلورات وجملة هذه التمظهرات على المستوى القانوني هي مخالفات، أساسها استملام أموال أجنبية، هي متعلقة أيضا بأموال مجهولة المصدر تم اعتمادها في الحملات الانتخابية، سواء كان في 2014 أو في 2019. مثلا حركة النهضة قامت ببرام عقود مع شركات دعاية أجنبية في 2014 وأتمت عقد تكميلي في 2019 بما يتجاوز $1,000,000. أتمت في 2019 منهم عقدا تكميليا يقدر ب $187,000 على معنى ما جاءت به تقرير دائرة المحاسبات. أيضا دائرة المحاسبات في تقريرها يلوم على وزارة المالية عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية المفروضة صلب القانون الانتخابي، القانون عدد 16 لسنة 2014 الذي ينظم كيفية تمويل الحملات الانتخابية، والذي يمنع منعا باتا أن يكون التمويل من جهات أجنبية أو أن يكون من ذوات معنوية أو أن يكون التمويل مجهول المصدر. وتعيب محكمة المحاسبات في تقريرها دور وزارة المالية وتخاذل وزارة المالية عن أداء واجبها. من ناحية أخرى، هيئة الانتخابات التي لطالما
لطالما سعينا قضائيا وقانونيا من أجل أن تكون على الحياد بين جل الأطراف السياسية ومن أجل أن تحافظ على انتخابات نزيهة وشفافة، لم تؤدي واجبها سواء كان في اعتماد تقرير هيئة الاتصال السمعي البصري الهيكا أولا، ولاحقا في اعتماد تقرير محكمة المحاسبات والذي هو والذي يمارس دورا رقابيا بالأساس على أعمال أو على الحملات الانتخابية. كل هذه الظروف وكل هذه الظرفيات وكل هذه الحيثيات أدرجتها محكمة المحاسبات صلب تقريرها المذكور، وكانت تفصيلية بشكل يستحيل معه نقض. يعني الحديث ليس حديث عن شبهة فقط، صحيح أن القضاء لم يبط بعد في هذه المخالفات، لكن الموضوع فاق مستوى الشبهة لأنه محكمة المحاسبات هذه الأدلة والبراهين في الفترة الزمنية المطلوبة، هنالك مسار سياسي ينتظر أيضا، هنالك ردود الشارع التونسي الذي قد يخرج في أي لحظة ردا على أي تأخير أو تخلف أو ربما تباطؤ أو حتى تواطؤ. من سيضمن للتونسيين النتائج والأحكام في هذه الملفات البالغة الأهمية؟ لا، هو التونسيون إلى حد هذه الساعة لا زالوا على ثقة بالقضاء التونسي والقضاء النزيه التونسي. يعني دائرة محكمة المحاسبات هي محكمة مشكلة من جملة قضاء، من جملة من القضاة مختصون في المادة المالية والمادة الرقابية المالية، وأدوا واجبهم بالبحث والتحقيق والتحصل على السبل وأساليب وأسانيد الإدانة. هذا مفروغ منه. كم سيتحصن هؤلاء المتهمون أو المدانون بتمطيط الوقت، هذا ما شاهدناه خلال السنة الفارطة وخلال كل السنوات الفارطة إثر كل انتخابات. يمارسون ضغوطهم لأنه حركة الإخوان المسلمين في تونس اليوم هي أخطبوط يبلغ وزارة المالية، يبلغ بعض القضاة، يبلغ أيضا مستويات عميقة في هيئة الانتخابات. يعني كل هذا اليوم نتمنى أن يتوقف تدريجيا بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها السيد الرئيس قيس سعيد. إضافة لذلك الرئيس عمل ورسخ فكرة وحاول خلال لقائه مع المجلس الأعلى للقضاء من ناحية من خلال مبادرته في تشكيل حكومة سيكون على رأسه بالضرورة وزير عادل الذي سيشرف بالضرورة على مثل هذه الأبحاث والتحقيقات، والذي أيضا سيحاول بشكل أو بآخر توفير كل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة أولا، صحيح، لكن أيضا كل الضمانات القانونية من أجل كشف الحقيقة ومن أجل إدانة من ثبت في حقه قيامه بجملة من الخروقات القانونية والإجرائية خلال الانتخابات. هذه الخروقات على فكرة تنتج بالضرورة وتنتج قانونا كما جاء في باب العقوبات في القانون الانتخابي، تنتج بالضرورة إسقاط القائمات التي صعدت خلال انتخابات 2019. كل قائمة تحصلت على أموال مشبوهة أو أبرمت عقودا مع جهات أجنبية أو خرقت القانون الانتخابي سواء كان من حيث مستوى الإعلام ومن حيث الظهور الإعلامي ومن حيث الدعاية الإعلامية الموجهة والممولة وما إلى ذلك، هي بالضرورة قوائم على معنى القانون المحامي القانون أحمد بن الانتخابي حمدان. عذرا ولكن انتهى الوقت، كنت معنا مباشرة من استوديوهاتنا في العاصمة تونس.